السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمنتج الثاني في إفريقيا للأنابيب، يعني الأنابيب العملاقة التي تستعمل في ميدان النفط والغاز، وحيث أنه كان شركة نيجيرية من نيجيريا هي الأولى، وهذه الشركة الثانية اللي تنتج هذا النوع من المنتجات اللي تستعمل كثير في نقل البترول والغاز من آبار البترول نحو الموانئ، واللي تستعمل كذلك في الخطوط الإمداد نتاع الغاز الطبيعي عبر البحر الأبيض المتوسط. وهنا نشوف الشركة التركية الجزائرية توسيالي تنتج هذه النوع من الأنابيب الضخمة، التي جزء منها يتم يعني تصديره نحو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه هي الشركة الجزائرية التركية اللي نعرف أنها تعمل بصيغة 49-51% في نسبة الأسهم. وكذلك سوف نتابع في هذا الفيديو طريقة نتاع الإنتاج نتاع هذا النوع من يعني الأنابيب، اللي يتطلب تقنيات آخر ما تم يعني استحداثه في ناحية التقنيات العلمية والتكنولوجية اللي يعني إنتاج هذه الأنابيب، والمراقبة نتاع لاكاليتي نتاعها باستعمال آخر يعني التطورات، باستعمال ليزولتراسون وكذلك لريون لازر. وكذلك عندما يعني المسطح الحديد المسطح يدخل في لاشين دو برودكسيون، يتم لفه على حسب القطر نتاع الانبوب، ثم يتم تلحيمه بطريقه اوتوماتيكيه، بطريقه يعني كما نلاحظ هنا التلحيم يكون بطريقه اوتوماتيكيه. ثم عندما ينتهي الأنبوب من الإنتاج يراقب بطريقة يعني بإدخال كاميرا مراقبة داخل الأنبوب، واستعمال تقنية ليزولتراسون يعني إيجاد الثقب، أي ثقب أو أي خلل في الإنتاج في التلحيم، لكي يتم يعاد تلحيمه بطريقة يدوية في المرحلة الثانية. إذا كان فيه ثقب أو بعض الخلالات سوف تلحم بطريقة يدوية، لكن الكمية الكبيرة هي يعني هذه الأخطاء قليلة جدا عندما تكون تقنية متطورة ووسائل متطورة. إذن نخليكم تشوفوا الفيديو هذا اللي يعني يورينا كيفية إنتاج هذه الأنابيب الضخمة اللي الجزائر أصبحت رائدة في إنتاجها. ونذكر كذلك، لا ننسى أن نذكر بعض الناس المريضة النفوس اللي يقول لك هذه شركة تركية وكذا وكذا، نقول لهم باللي هناك الجزائر فيها كانت شركة أنابيب اللي عندها مصنع لإنتاج الأنابيب هذه منذ أكثر من 20 أو 30 سنة. إذن هذا جواب هنا، إذن في الجزائر عندها يعني تجربة قديمة في هذا الميدان. تركيا يعني جابت أمور تقنية في التطوير يعني لروميزانيفو، لكن إحنا كنا رائدين في إنتاج أنابيب هذه مدة 20 أو 30 سنة. والدليل على ذلك موجود شركة أنابيب اللي عندها مركب كبير في غردايا في إنتاج الأنابيب هذا. نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.